بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حنتعرف على فائدة الانترفيس. احنا عرفنا كيف نكتبها، وأن الانترفيس هي عبارة عن قائمة من الدوال. أي كلاس مشتق من الانترفيس لازم يعرف جميع الدوال اللي ذكرت. طب ليش؟ طب إيش الفائدة؟ إيش الحكمة؟ لاحظ معي المثال التالي. عندي انترفيس سميتها تمبلت، وهذه فيها دالة واحدة اسمها شو تمبلت. أنا ممكن أحط 100 دالة، مو هذا موضوعنا الآن. افرض الآن أنا كتبت كلاس، كتبت عبد الله تمبلت. لاحظ الآن معايا، قلت له implement الكلاس مين، أو عفوا الانترفيس تمبلت. لاحظ الآن، هذا الآن عبد الله تمبلت هو كلاس عادي، أقدر أحط فيه أي شيء أحطه، لكن بشرط إنه لازم أعرف الدوال اللي ذكرت في الانترفيس. أنا ما عندي غير دالة واحدة في الانترفيس، فأقول public function وأقول له show template وأعرفها أي تعريف بطريقتي. طيب أنا مثلا أقول له إيكو عبد الله. الآن المبرمج اللي كتب الانترفيس ترك تطبيق الدوال لمين؟ للمبرمجين الآخرين. هذه تنفع في البلاجنز وفي الموديول. لاحظ، طب كيف يستخدم؟ هو المبرمج تلقاه كان كاتب في الكود حقه دالة function مثلا show ذا تمبلت مثلا. لاحظ الآن، وكتب لك هنا متغير سمى تمبلت. الآن المبرمج قال لك تمبلت، لاحظ ايش كتب، شو تمبلت. شوف الشيء. الآن المبرمج مرر للدالة شو ذا تمبلت، هذه دالة برا الكلاس. هذا المتغير تمبلت هو المبرمج نفسه فارض انه الانترفيس تمبلت، هو نفسه فارض انه الانترفيس تمبلت، والانترفيس تمبلت فيها دالة اسمها شو تمبلت، والمبرمج يعرف هذا الكلام. فلاحظ الآن هنا استدعاها، بس المبرمج ما يعرف ايش تطبيقها، يعني ما يعرف ايش حتنفذ الدالة دي، فهي دالة مجهولة، هي دالة مجهولة. الآن المبرمج في البرمجة تلقاه يستدعي دالة مين؟ دالة show the template. show the template. طب كيف يستدعيها؟ الآن لاحظ، لو أنا كتبت مثلا A يساوي new مثلا عبد الله template، لاحظ الآن عرفته عبد الله تمبلت. أجي أقول له مثلا، شوف كيف استدعي الدالة show the template، شوف كيف، ومررت له الـ A. الآن الدالة هذه هتروح مطبقة التمبلت هذا ومستدعي دالة show template. طب كيف عرف إنه A فيه له دالة show template؟ لأنه A نوعه عبد الله تمبلت، وعبد الله تمبلت يطبق الانترفيس تمبلت. فعشان كده لاحظ إنه هنا استدعى دالة مجهولة لسه مو معروف تطبيقها. نفس الحكاية لو أنا مثلا أخذت هذا الكلاس، لاحظ معايا أنا لو أخذت هذا الكلاس وأنشأت كلاس ثاني مثلا سميته يوتيوب مثلا تمبلت. لاحظ الآن، وجيت هنا قلت له يوتيوب على أساس إنه تطبع. لاحظ شو تمبلت اللي موجودة في يوتيوب تنفيذها غير تنفيذ شو تمبلت اللي موجودة في عبد الله، لكن الدالة اللي كتبها المبرمج الآن show the template هي دالة عامة تقبل أي شيء. فلو أنا كتبت مثلا b يساوي new YouTube، لاحظ YouTube template. لاحظ الآن الكلاس A غير الكلاس عبدالله template غير you template. لاحظ الآن أنا ممكن أستدعي الدالة show the template، لاحظ show the template بال b. لاحظ الدالة show the template ما غيرنا فيها ولا شيء، بس مرر لنا هذه، مررنا لها اللي هو الـ A والـ B. عفوا، الـ A خلاص حيستدعي دالة الشو تمبلت تبعه، الـ B حيستدعي دالة الشو تمبلت. معناته الآن دالة شو ذا تمبلت حتتصرف تصرف هنا غير التصرف اللي حتتصرفه هنا. وهذه الفائدة الأساسية من استخدام الانترفيس. وأفضل طريقة لاستخدام الانترفيس هي في وقت البلاجنز. المبرمج الآن يحط قائمة بالأشياء، أو القائمة بأشياء أو بدوال معينة لازم ينفذها الانترفيس أو لازم ينفذها الكلاس، فيجي المبرمج يكتب هذه الأشياء خلاص ويحطها في البرنامج، فيجي البرنامج يستدعي البلاجنز بالدوال هذه. وهذه فائدتها، ممكن تستخدم في البلاجنز وفي الموديول. يجي شخص يسأل، طب إيش الفرق بين أبستراكت وانترفيس؟ إذا حطينا كلاس أبستراكت معناته نقدر ننفذ الدوال المشتركة. أنت تذكر في الأبستراكت كنا نعرف بعض الدوال، والدوال اللي ما نبغى نعرفه نحطه على شكل أبستراكت. لكن في الانترفيس ما في تعريف للدوال، ما في تعريف دوال مشترك، لازم تعرفها كلها. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.